وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. سعادة السيد خالد، بعد التحية، ما هو الخيار الأفضل وكيف من الممكن أن يكون تأثيره محدودا على المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود؟ السلام عليكم ومساكم الله بالخير أخ عبد الرحمن. في الحقيقة الخيار الأفضل هو الخيار الذي فيه تأثير محدود على المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، حيث سيكون تطبيق القيمة المضافة اختياريا ووفق مبدأ الاستثناءات. واليوم يعني كانت نتائج اجتماع السلطتين جدا إيجابية، حيث تم استعراض عدد من الخيارات والمبادرات التي تهدف إلى خفض المصروفات وتنمية الإيرادات غير النفطية، بما فيها تعديل القيمة المضافة، وذلك على السلع والخدمات غير الأساسية، بما لا يؤثر على المواطنين ذوي الدخل المحدود، مع استمرار عدم تطبيق القيمة المضافة على 94 سلعة أساسية والخدمات الأساسية، وأيضا 140 خدمة حكومية أخرى. نعم سيد خالد، ما هي رسالتكم للمرحلة المقبلة مع بوادر التعافي الاقتصادي؟ المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود لإنجاح الخطط الموضوعة، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي للمملكة، خاصة في ظل وجود بوادر للتعافي الاقتصادي والاستقرار المالي، والتي سيتم دعمها عبر عدة مبادرات، منها وضع برنامج التوازن المالي على مساره وأهدافه مجددا لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، ووصولا إلى الأهداف المرجوة تلبية لتطلعات الجميع. نعم سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من المجلس، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.